ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي في كتابه لوامع الأنوار في صفحة 110 الطبعة الثالثة: الكلام على آية التطهير. وقد اعترف بالحق في هذا أهل الإنصاف كالحافظ ابن حجر، حيث قال في الجزء السابع صفحة 138 من فتح الباري في فضائل خديجة رضوان الله عليها في ذكر البشارة لها ببيت في الجنة ما لفظه، وفي ذكر البيت معنى آخر لأن مرجع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، لما ثبت في تفسير قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت أم سلمة: لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين فجل لهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. الحديث أخرجه الترمذي وغيره. قلت أخرجه مالك وأحمد بن حنبل ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم وأبو الشيخ والطبراني والبيهقي وعبد بن حميد وابن جرير وابن خزيمة وابن عساكر وابن مردويه وابن المنذر وعامة المحدثين وأهل البيت بأسانيدهم إلى أمير المؤمنين والحسن الصبطي وفاطمة الزهراء وابن عباس وعبد الله بن جعفر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. وقد أوضحت ذلك في صفحة 234 من شرح الزلف الطبعة الأولى. قال ابن حجر: لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها، وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها، انتهى المراد. وقد تكلم أعلام الأئمة وعلماء الأمة رضوان الله عليهم على وجه الدلالات في أخبار الغدير وأخبار الثقلين وغيرها في مؤلفاتهم بما لا مزيد عليه. تلخيص البحث على حديث الكساء: وقد لخص البحث في أخبار الكساء من هذا الوجه الإمام الناصر الأخير عبد الله بن الحسن عليهما السلام في النموذج الخطير ولفظه. وقد دل الحديث على تخصيص علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وإخراج غيرهم من الموجودين في ذلك الوقت من وجوه: الأول أنه دعاهم دون غيرهم، ولو شاركهم غيرهم في كونه من أهل البيت عليهم السلام لدعاه. الثاني اشتماله عليهم بالكساء دون غيرهم ليكون بيانا بالفعل مع القول. الثالث أنه قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، مؤكدا للحكم بإن. الرابع تعريف المسند إليه بالإشارة الذي يفيد تمييزه أكمل تمييز كما يعرفه علماء المعاني. قلت: وهذه الصيغة من طرق الحصر كما صرح به أهل المعاني والبيان وأصول الفقه، وقد وردت هذه الصيغة في غير هذا المقام لما نزل قوله تعالى: فقل تعالوا الآية. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه الحاكم عن عامر بن سعد عن أبيه وقال: حديث صحيح. ورواه عن سعد قال: لما نزلت هذه الآية ندعو، دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. أخرجه مسلم والترمذي كلاهما في الفضائل. أفاده في الإقبال عن كتاب كشف المناهج قال العلامة صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي الشافعي، انتهى. قال أي الإمام الناصر: الخامس أنه أتى بالجملة مكررة للتأكيد ليرفع توهم دخول الغير كما هو شأن التأكيد اللفظي عند أهل اللغة. السادس دفعه لأم سلمة رضي الله عنها بأن قال لها: مكانك أنت إلى خير. وفي بعض الأخبار: لست من أهل البيت، أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعضها: أنت ممن أنت منه، دل بإخراجها على خروج جميع الزوجات، وأيضا علل إخراجها بأنها من الزوجات. فإن قلت: إن في بعض الأخبار عن أم سلمة قالت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: بلى، فادخلي في الكساء. فدخلت. قلت: الجواب عنه من وجوه ثلاثة. الأول أن رواية دفعها أكثر وأصح فكانت أولى وأرجح. الثاني أنه لم يشر إليها معهم بقوله: هؤلاء أهل بيتي، ولم يدعوها، وأيضا قالت: فدخلت بعدما قضى دعاءه لابن عمه وابنيه وفاطمة، فعرفت أن دخولها كان على جهة التبرك فقط.
الثالث أنه ما أدخلها إلا على وجه الإناث وتجنبا للإيحاش، بدليل أنه ما أدخلها إلا بعد أن سألته. ثم إن في الروايات الأخرى مثل رواية أبي الحمراء وغيره أنه كان يأتي إلى باب علي وفاطمة 18 شهرا أو 9 أشهر ويتلو الآية، ولم يكن في البيت أم سلمة ولا غيرها. وهكذا ما قاله في حق واثرة بن الأسقع، فظهر أنه لم يرد إلا الإناث. قلت كما ورد من نحوي سلمان منا أهل البيت وشيعتنا منا، مما يعلم قطعا أن ليس المراد في الأحكام الخاصة على الحقيقة، وإنما هو في الاتصال والانضمام. قال الإمام رضي الله عنه السابع أنه لو أريد غيرهم في الآية لما دعاهم وحدهم ولما أشار إليهم وحدهم، بل يكون ذلك الفعل والحكم بأنهم أهل البيت وحدهم تلبيسا وخيانة في التبليغ، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فيقطع حينئذ مع هذه الوجوه بخروج غيرهم عن أن يكون من أهل البيت، سواء كن الزوجات أو الأقارب كبني العم أو نحوهم، كما يقتضيه بيانه وإيضاحه صلى الله عليه وآله وسلم للمقصود من الآية.